متسابقين شوف تيفي صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صباحكم مبروك اذا ما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن. قبل ما نبداو هذا المباشر في الموضوع ديال هذا الصباح، نذكركم بالنشره الانذاريه ديال مديريه الارصاد الجويه اللي كتاكد ان ابتداء من اليوم الجمعه وجمعه مباركه لكم اينما كنتم انه غتكون امطار قويه اللي ممكن تفوق 70 مللي، وكنذكركم ان يوم الاثنين الاسود وصلنا ل 100 وكان طوفان يعني فيضان كبير واللي خلف عدد كبير ديال الاضرار الماديه. الحمد لله ما كانش خسائر بشريه ولكن كانت اضرار ماديه جسيمه ومازال الضرر الى يومنا هذا بعد ما تم انجراف وانهيار مجموعه ديال الدور كاين صفيح هنا في مدينه تطوان وفي ضواحي تطوان كذلك بجماعات القرويه ازلا. كاين ناس 4 ديال المنازل اللي مشاو لهم بسبب هذه الفيضانات الطوفانيه اضافه الى انهيار وابتلاع مجموعه ديال الاشجار والطرقات. ولاحظنا في منطقه بوجراحه العليا كما دوزنا في شوف تي في انه هل تطوان ضربها الزنزال لانه هذاك الانجراف الخطير اللي عرفته هذيك الطريق بوجراحه العليا على مستوى بوسافو كان صعيب وصعيب بزاف. اذا من تطوان صباح الخير عليكم، صباحكم مبروك اينما كنتم، جمعه مباركه لكم. مباشره من تطوان الناس اللي تعرضوا للخسائر الماديه كبيره بسبب الفيضانات مازال ما تعوضوش، شنو رايكم؟ طبعا مازال ما تعوضوش علاش؟ لان الحكومه ما علتش بشكل رسمي انه كاين كوارث طبيعيه. علما ان هذا الموضوع ديال الكوارث الطبيعيه بالنسبه لاصحاب السيارات بالخصوص اللي تضروا بالكامل هنا في مدينه تطوان كان على الحكومه انها تعلن واش يعني تعلن على الكوارث الطبيعيه، لان كما هضرنا امس متسبعين رجعنا هذا الصباح لهذا الموضوع لان كيهم فئات مختلفه ديال المواطنين في ربوع المملكه وهذه مساله ديال تعلم الاشياء افضل من جهلها في اطار المعلومه ان ملي تيكون فيضان خص الحكومه او الدوله تعلن على الكوارث الطبيعيه باش الشركات ديال التامين كتعوض. ولكن السؤال اللي مطروح هو انه تفرض على المؤمن ومؤمن الله ان 200 درهم 200 درهم زادت رغما عنا صراحه كمواطنين اللي عنده شي سياره عنده شي شاحنه اللي عنده شي حافله اللي عنده اي حاجه تفرضت عليك مبلغ 200 درهم اضافي على التامين اللي كنت كتخلص للكوارث الطبيعيه. اذا هل واش هذه ماشي كوارث؟ واش تطوان بالله عليكم هانتوما شفتوا الفيديوهات والروبورتاجات المباشر واش تطوان ما كتدخلش في الخانه ديال الكوارث الطبيعيه؟ اذا هذا سؤال. هاد 200 درهم اللي تفرضت على كل سياره في ربع المملكه تصوروا شحال من سياره كاين في المغرب، شحال من شاحنه، شحال من حافله، شحال من يعني الملايين ديال السيارات كامله تفرضت عليها 200 درهم، شحال مليار جمع فين هو؟ تطوان بلاغ رسمي ديال السلطات المحليه لمستوى عماره تطوان تاكد 11 سياره، 11 سياره بهاد الملاير اللي تجمعت راه يتخرجوا من لا ميزون جداد وما كاينش الخلل. شي هاد الناس اللي ضروا لهم السيارات ديالهم بالكامل يخرجوا من لا ميزون جداد جداد، تخلصوا من اسيرونس جديده. ما كاينش مشكل 11 سياره بما فيها فارغونيت، فارغ سبرينتر، شحال؟ 300 مليون ما توصلش. ما توصلش 300 مليون، يعني مقارنة ماشي حتى القيمة ديال هاد 200 درهم ديال مدينة تطوان فقط بالنسبة إلى تعلنت كوارث الطبيعية. أمطار الخير في هاد الأثناء الله يرحمنا قد نفع وقد قوادسنا، قوادسنا راه مازال مغلوقين في انتظار أن القوادس ديالنا يتحلوا ونطلبوا الله أنهم يتبدلوا يرجعوا قوادس كبار عندهم الكاباسيتي ديال المياه الكبيرة ديال أمطار الخير. ولكن على العموم ما زدنا الحيطه والحذر لان كما قلت مديريه الارصاد الجويه حضرت في نشره انذاريه امس اليوم جمعه، الجمعه والسبت والاحد تكون امطار طوفانيه اللي ممكن توصل من 70 مللي، اذا وصلت 70 مللي القوه الغزاره اللي عرفتها يوم الاثنين الاسود كون على يقين تطوان عاد تتنفس تحت الماء للمره الثانيه في اقل من اسبوع وما نطلبوهاش الحقيقه ولكن في انتظار شنو يمكن له يوقع. من تطوان دائما جوله صباحيه مع المتابعين الاوفياء، الجمعه مباركة لكم. هذا موضوع في الحقيقة اللي خص وسائل الإعلام كلها تسلط الأضواء على هذا الموضوع ديال التأمين. هادشي طبعا تيأسف. لماذا؟ لأن أي مواطن أي صاحب سيارة تفرضت عليه 200 درهم صحة والموضوع داس بعجالة بحقيقة داس بالزربة. على العموم 200 درهم هي تزاد شر لابد منه، ولكن السؤال المطروح واش غادي يستافدوا هاد الناس وعلاش ما غادي يستافدوش وعلاش ما تعلنش كوارث طبيعيه؟ هذا هو السؤال. اتصلنا كما قلت امس بشركات التامين، الله يخليك من اجل المعلومه باش نخبروا الراي العام. قال لك اسيدي احنا بالنسبه لنا هي 200 درهم كتقطع، ايوا 200 درهم كتقطع هي في القلوشه في واحد الصنيدق
مقابل ماذا؟ صدقه جاريه الخيريه شنو؟ هذه الدارس على اساس ان اي سياره وقعت تعرضت للفيضان من مما لا شك فيه، علاش حنا حتى يعلنوا هما كوارث طبيعيه؟ هو هذه السياره هي متقه صوت وصوره فيديو وصور انها غرقت ضرت بالحجر ديال الفيضانات، جرفتها المياه الاوحال. السياره تعرفوا واحد المساله اللي مهمه، ان هاد السيارات اللي كيتضروا وكتغمروا من المياه بهذه الطريقه، ولو انها ديال لا ميزون، على اولا اكدتنا بعض المصادر بعض لا ميزون ديال الفواتير ما كيبغيوش يقبلوا الان هاد السيارات اللي كيتعرضوا للفيضانات. علاش؟ لان كيقول لك فيها الخدمه والثمن ديالها غيكون غالي، وفي نفس الوقت فيها المشكل. ممكن تدخل السياره وتصوب لها الضوء ديالها والمسائل ديالها، ولكن ممكن تضرب شي حاجه قليله ويبقى تحمق، لان السيستم الكتريك تيحمق. مره انت ماشي تيضرب لك الكلاكسون بوحدو، مره تيشعل لك الضوء، مره تشعل لك السجاله، مره تشعل لك يعني في صنيه الادغواس ني اغوش يشعلوا باربعه. علاش؟ لان هذاك الشيء ديال الماء والو انه تيتنشف كذا كيبقى من ديك الشيء على المدى البعيد تيخلق مشكل. اذا الكوارث الطبيعيه شنو هو الدور ديالها؟ ملي وصلنا ل 100 مليلتر وشو العالم شاف شنو اللي وقع في تطوان، عدد ديال السيارات، وهنا ما كنهضرش على تطوان، كنهضر على طنجة، لأن ما تهمش كارثة طبيعية، رغم أنه 29 حالة وفاة اللي توفوا هذوك العاملين بالمناسبة والعمال، نترحموا عليهم في هذا اليوم المبارك ونترحموا جميع أموات المسلمين. كذلك أحيانا كتلقى حافلات ديال المسافرين كتغمر البيئة، شاحنات من الحجم الكبير على العموم، بغض النظر. ما إذا علاش غنخلصوا حنا هاد الأسيرونس الأصلي؟ علاش ما يكونش اسيرونس كيتخلص في حاله وقوع الحادثه صافي وتحدث الديكا ديك الساعه؟ لا غادي تخلص 4000 درهم في العام ديال السياره ويوقع لك مشكل، لا حتى تعلن الحكومه. الحكومه ما علنتش لعده اعتبارات، وهي عارفه علاش. بغينا ان السيد رئيس الحكومه سعد الدين العثماني حزب العداله والتنميه انه يصدر لنا بلاغ في هذه القضيه، واش بالفعل واش شاف ديك الشيء؟ واش عرف ان تطوان خصها تعلن حالات كوارث طبيعيه؟ واش عباد الله المدينه غرقت كلها، والاحياء والمنازل الشقق والناس اللي تتمنى الموت والطف الهي، وقفت مع ساكنه تطوان الحمراء والبيضاء ونتمنوا الدعوه ديالكم اليوم. حنا فوق فوهه بركان اليوم مع النشره الانذاريه. طبعا كن فيكون، طلب الله ربي كبير، ولكن اذا وقع ما وقع راه مشكل. كاين الناس اللي باقى الان ما عندهاش فين تنعس، الناس تنعس في الكراجات. بالمناسبه كاين شباب مدينه تطوان اللي اتصلوا بيا امس كيديروا مبادره خيريه فرديه، تيجمعوا الاغطيه والملابس ديال البنات والنساء والرجال والاغطيه باش غادي يوزعوها بدون لون سياسي، بدون لون جمعوي، بدون كذا. لا باش ما نكونوش عاود كنعطيو فرصه لاصحاب الانتخابات، باش نكونوا واضحين، ما نستغلوش الفقر والمعاناه ديال المواطن في هذه الجائحه، باش نكونوا واضحين متسبعين. هذه جائحه، هذه فاجعه عفوا ديال هذا الفيضان، لان كاين الناس اللي الان الافريشه ديالهم عملوا عن اخرها بالاوحال والغيس، الغيس والفاس كاع ما صلحاش للاستعمال، يعني صافي خصها تسي. هذيك المطربه ولا هذيك الماطله ديال بيت النعاس واش عاد تغسلها في الصابون طلعها السطح تشمش، وهي معمره بالغيس على اخرها، اذا ما بقاش صالحه للاستعمال. اذا هنا بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم متسابقا، شوف تيفي، لان هذا الشيء طبعا تيأسف وتيألم. بغينا نعرفوا نجاة من شفشاون صباح الخير، ياسين صباح النور. هذه الاجواء ديال مدينه تطوان، حنا معكم في قلب شارع الوحده، انتم كتلاحظوا الاجواء مع السخات المطريه. طبعا مديريه الارصاد الجويه اكدت انه ابتداء من المساء تكون امطار قويه اللي ممكن توصل ل 70 ملم. تعال نبقاو في الموضوع ديال التامين المتسبعين، شنو رسالتكم؟ علاش ما تعلمتش الكوارث الطبيعيه؟ واش هذا الشيء اللي وقع ماشي كوارث طبيعيه؟ ولكن ما قلت امس تيجي تسونامي عاد نرجعوا عاد ديك الساعه يكون بالفعل، لان وكما قلت حتى هذاك اللي ربما اللي عاد يعلن لنا كوارث طبيعيه ربما يكون رحمه الله، لان التسونامي كيدير خضر باليابس. هذا هو السؤال، واش حتى يجي تسونامي عاد نعلنوا انها كوارث طبيعيه؟ طبعا هادشي تيأسف في الحقيقه، صعيب. هادو معاناه نضافوا الناس مع الازمه الخانقه مع هذه الجائحه، الله يحسن العون. هادو ناس عاشوا الامرين مع هذه الجائحه، مشاكل كبيره، ولكن وضاف لهم هادشي من عند الله كذلك ديال الفيضانات. هنا كنهضر انا على الكوارث الطبيعيه، هذا موضوع تيهم السيارات. اما الديور ما 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 خصنا شي حل اخر، خصنا شي قانون اخر، لان ما داخلينش فهاد الناس اللي غمرتهم المياه. كيبقى المتابعه القضائيه، الناس ترفع دعوى ضد الجهه اللي كتحمل هذه المسؤوليه بهاد الاضرار اللي لحقت. لان كما قال الدكتور معتوق في احدى البرامج، انه انت ملي كتخلص الضريبه الحضاريه وكتخلص المسائل ديالك من الدوله، يعني مقابلها واحد السيرفيس، هاد السيرفيس ما كايناش. اذا هذا ضرر،
الضرر لا تجعل له اضرار اخرى الا شكون غيتحمل هذه المسؤوليه. مستبينا حنا مازال معكم في هذه الجوله الصباحيه، جمعه مباركه، نتمنوا العياشي بن قدور صباح الخير يا اخي. الحمد لله، الله يبارك فيك. شكون غيتحمل هذه المسؤوليه وهذه الاضرار ناجمه عن الكوارث الطبيعيه؟ بالفعل هذه كوارث طبيعيه. واش عباد الله ارتفاع من سبل المياه، الطريق الدائري مقطوعه، الاحياء، الشوارع، الازقه تتنفس تحت الماء بهذا المصطلح، بهذه العباره، وكننتظروا حكومه تعلن كوارث طبيعيه ما كايناش. وقتاش تعلن كوارث طبيعيه؟ هذا هو السؤال. وقتاش ممكن تعلن كوارث طبيعيه؟ من تطوان مشى لعبد الخطاب باتجاه حي الباريو، هنا هذه المنطقه ديال حي سيدي طلحه مع البريد ديال سيدي طلحه واللي امامكم، طريق مملوءه عن اخر يعني. طريق مشدوده، ناس محاصره، الحجار والغيس، لاحظوا الدروج ديال الكارا ديال البريد فين وصلوا الماء والغيس، لاحظوا ارتفاع ديال المنسوب المياه. هنا كاين في هذه المحلات التجاريه غمرتها المياه، كاين منازل هنا في هذه المنطقه غمرتها المياه. طبعا هذا الشيء شكون غيتحمل مسؤوليته؟ الطرق الطوفانيه ما غنختلفوش، شيء ديال الله، ولكن الا كانت عندنا البنيه التحتيه والقوادس اللي غيصفوا الماء ما يكونش ضرر بهذه الحده. كاين الناس الان مجموعه ديال المناطق سامسار، كرات السباع، مكلاته، كويلما، بوسافو، بوجراح، ربع ساعه، ليشاره، سيدي طلحه، باريو، جامع مزواق، كديه الحمد، هذو مناطق كلها اللي تضرت. الحي بها فيهم طبعا ملي كنهضروا الاحياء الراقيه، حي الاناره يتنفس تحت الماء، علما ان المسؤولين ديال شركه امانديس اللي مختصين في الماء الاغلبيه ساكنين في حي الاناره. هذه معلومه اللي وصلت لي الناس ديال امانديس اللي مسؤولين على هذا الشيء ديال السينيسمون ساكنين في الاناره. هو طبعا ممكن يكون ساكن اي مسؤول كبير رفيع المستوى تما غادي يغرق، ولكن زعما بيكونوا اهل اختصاص هذا هو المشكل. علاش؟ هذه ماشي المره الاولى والثانيه والثالثه والعشره والعشرين اللي كتعرض هذيك المناطق كلها لهاد الفيضانات. الفيضان اللي داز 15 يوم تقريبا ولا 20 يوم الماضيه ولا شهر، هذيك المنطقه ضرت، هذه المنطقه ما تضرش الحمد لله يعني. ولكن هذوك الناس يعيشوا رعب حقيقي، الناس اللي عندها فيلات تما يقول لكم راه غادي تنعيشوا رعب حقيقي. على العموم، عدد كبير ديال المحلات التجاريه والمنازل والشقق اللي غمرتها المياه. بغينا ارائكم، بغينا تعليقاتكم، بغينا رايكم في هذا الموضوع. هنا في هذا الطريق المؤديه في شارع المامون الى حي جبل جامع مزواق عفوا، هنا كانت الامطار الخير قويه تتهاطل بالحجر والغيس والشجر، وعادي نوصلوا لحي جامع مزواق طبعا اللي تضرر كذلك، واللي هنا كانوا انتم كتلاحظوا هالمطار بالغيس مسيبين، ها هي ها الثانيه تبطل الماء. هادو الناس ساكنين اللي في هاد المناطق هالمطار الثانيه، واش دابا هادو الناس بقاو بدون اغطيه، بدون افرشه، صعيب وصعيب بزاف. نتمناو الايادي البيضاء والمحسنين انهم يتفاعلوا مع هاد الحمله اللي تلقوها الشباب على الانستغرام والفيسبوك، لان طبعا هاد الشيء صعيب وصعيب بزاف. غادي نمشيو معكم متتبعينا ان هاد المنطقه حديت ولا حرج، هادي كانت كامله مربوطه، كامله مملوءه عفوا عن اخرها بالمياه ديال الفيضانات وحال الغيس. هذا هو حي جامع مزواق، هنا في بعض الدروب اللي هنا في بعض الدروب اللي المياه جرت السيارات، طبعا داك الشيء كان تيخلع بالحقيقه. نصر من برشلونه، تحياتي لك وتحيه لكل مغاربه برشلونه. طبعا داك الشيء اللي شفناه هنا في هذا الحي ديال جامع مزواق، السيارات اللي كتمركونا وجرفتها المياه واللي ضرت بالكامل، طبعا داك الشيء كان كبير وكبير بزاف وصعيب وخطير. طرب الله وطفك يا الله. اليوم الجمعه حسب النشره الانذاريه ديال مديريه الارصاد الجويه اللي حضرت انه غتوصل حتى ل 70 مليمتر. 70 مليمتر تكون على يقين تطول غتغرق، كونوا على يقين غتغرق. علاش؟ لان مازال مجموعه ديال القوادس مملوءه بالتراب والغيس، يعني لا حول ولا قوة الا بالله. ممكن ان الامطار ديال اليوم تساهم بشكل او باخر اذا وصلت لهذا الرقم اللي علنت عليه مديرية الارصاد الجوية الى اضرار كبيرة وكبيرة وما نتمناوهاش. هذه هي الاجواء ديال تطوان. هذا هو حي جامع مزواق اللي شفتوا فيه السيارات تجرفها المياه على اليمين وعلى اليسار. غادي نمشيو في اتجاه مدارة الرمانة من هذا الطريق اللي عرفت سيول كبيرة هنا هاد الطريق هذه، لأن هاد المرتفع ديال حي جامع مزواق تيكب في هاد المنطقة. عدد كبير ديال السيارات
اللي جرفتها المياه الطف إلهية ذو شارع الريف المؤدي إلى مدارة الرمانة عبر حي خندق الزربوح. الطف إلهية وقفت مع المستعمرين ديال هاد المنطقة، مستعمرين الطريق والساكنة كذلك. لاحظوا لاتراس ديال المياه هنا كيفاش فين كانت مرتفعة، رغم أنه كاين منحدر يعني عدد كبير ديال المنازل المحلات اللي غمرتها المياه هنا في هذه المنطقة. الطف إلهية الحمد لله أنه ما كانش ضحايا، هذا هو الأهم. كان ممكن لا قدر الله على حسب هذه الفيديوهات والصور اللي شفنا حقيقة كان ممكن حسب الأرقام كنا نوصلوا لواحد 20 حتى 30 قتل. الطف إلهية وقفت الحمد لله على كل حال. الدعوات ديالكم في النهار المبارك ديال الجمعة الله يرحمنا قد نفع، قد قوادسنا القويدسات والسلام قادك القويدسات باش نكونوا واضحين. هادشي راه خصو إعادة النظر بشكل كبير وكبير بزاف، هادشي خصو إعادة النظر بشكل كبير. هانتوما كتشوفوا المخلفات ديال هاد المنطقة هنا، هاد الشارع كان هواد تبارك الله، السيارات من هنا جرفتهم المياه، السيارات اللي كانوا واقفين على الطريق هبطوا بالماء لأن داك الشيء كبير وكبير بزاف. صاحب التاكسي اللي ربط السيارة ديالو راه باقا هنا مربوطة هنا في شارع ديال كابيتال خندق الزربوح. طيب التاكسي اللي ربط السيارة وباقي ما خدامش، هي باقا مربوطة، ما عرفناش واش ضرت بسبب ديك الحجار وديك الغيس وديك الأطربة اللي دازت تحت السيارة. على العموم هاد الموضوع ديال الفيضانات نتمناو ما نشوفوش مثل هذا الشيء اللي شفنا يوم الاثنين الاسود في ربوع المملكه. الحقيقه بغينا امطار الخير، بغينا الشتاء طبعا، جعلنا من الماء كل شيء حي، ولكن انتم كتشوفوا لاحظوا الطريق هنا كيفاش تقلعت، لاحظوا شنو اللي واقع هنا في هاد المنطقه ديال شارع الريف مؤدي الى مدارات الرمانه. هنا كان السيارات هواده، هنا في هذه المنطقه كاين مجموعه ديال السيارات اللي جرفتهم المياه. الناس عاملين شكاير هنا مع المحلات ديالهم تحسبا لاي طارئ قد يحدث، لان مديريه الارصاد الجويه حضرت اليوم يعني ابتداء المساء ديال الجمعه ممكن تكون امطار طوفانيه اللي مع توصل 70 ملم. والله يعمل شي تاويل ديال الخير. هذا هو الان هنا عدد كبير ديال السيارات كانت محاصره، والشجار والغيس والاوحال يعني الامور اللي خرجها اللي هبط الماء هنا، افريشه اقضيه الملائيه، يعني شي حاجه ما كيتقبلش العقل. ولكن على العموم لاحظوا الاضرار، يعني رغم انه تم جمع هذا الشيء الاطراس ديال التراب والغيس راه باين. اذا نطلبوا الله الدعوات ديالكم، نطلبوا الله يعمل شي تواد الخير اليوم في هذا الموضوع ديالهم. طبعا حسب مديريه الارصاد الجويه اللي حضرت 12 انذاريه، ونتمناو ان شاء الله في القريب العاجل ترجع المياه المجاريه وترجع الحياه الطبيعيه، لان كاين واحد الهلع واحد الخوف. هذا النفق تحت الارض ديال مداره الرمانه كان مقطوع فوج مستعملين طريق المداره، النفق تحت الارض كذلك ديال مداره المحطه الطرقيه حتى هو كان مملوء عن اخره بالمياه ديال الفيضانات. والله يحفظ، هذا هو الاهم. اذا من تطوان دائما متابعينا، احنا معكم في الجوله الصباحيه، مرحبا بكم لما كنتم، جمعه مباركه لكم. طبعا نرجعوا للموضوع ديال التامين اللي نتمناو هذا الشيء ما يتسكتش عليه، لان هذا الشيء صعيب. الناس ضرت اضرار كبيره، رفعتها مجموعه ديال الشقق والمنازل، كاين ناس بقات بدون ماوى، الناس اللي مشاو للديور ديالها وبقات متشرده بصراحه، يعني اللي استخلوا من شي كراج جابوا شي امكانيات بسيطه كاي باش يعتقوا الروح كما تنقولوا من خوف البروده، ولكن صعيب وصعيب بزاف. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، كان معكم معتكف كالعاده، اما يلقاكم بخير في مباشر اخر. ونتمناو اليوم هذه الجمعه المباركه ما تكونش هذه الامطار طوفانيه كما كانت، هذا هو الاهم. هنا في هذه المناطق ديال مدارة الحمراء البيضاء كذلك، مع الحمراء البيضاء امطار طوفانيه طبعا. تطوان انتم كاملين شفتوا وسائل الاعلام، شفتوا مباشر اللي عملنا في شوف تي في، نقلنا لكم الوقائع في اكثر من ساعه وقسمين من هنا في هذه المنطقه ديال الرمانه اللي كانت محاصره، وفي الحي الاداري على مقربه من الوحده الفندقيه والمحكمه الابتدائيه. طبعا انتم شفتوا الاضرار اللي خلفها الفيضانات ديال تطوان، لكن للاسف ما تعلنش كوارث طبيعيه، ما عرفناش علاش. هذا هو السؤال. تمنوا الساده البرلمانيون ديال اقليم تطوان
جميع تلويناتهم انهم تطرح سؤال في قبه البرلمان علاش ما تسجلش تطوان كوارد طبيعيه، او لا يعطيونا واحد الطو نعرفوا اذا كانت 100 ملم كتغرق وكتهرس الديور وما كتوصلش كوارد طبيعيه وقتاش، واش تيغرقوا 2000 ديال السيارات ويطيحوا 2000 ديال الديور ويموتوا شي 20 ولا 50 عاد تكون كوارد طبيعيه، باش الناس دير حسابها وصافي باش يعرفوا ان باش يمكن لك توصل للكوارد الطبيعيه خصك تكون الزئبق طلع من هذه لا زون هذه. ولكن هادشي اللي وقع في تطوان ماشي كوارد طبيعيه، ها مجرد فيضان بسيط مثلا. باش بصراحه الانسان تعلم الاشياء في دور المجال، يعني نتمنى من سيد رئيس الحكومه سعد الدين العثماني انه يجاوب المغاربه 40 مليون مغربي يجاوبوا في قبه البرلمان باش نعرفوا في حالك كتفش تقطع انت اسيرونس واش دخل العافيه دخل السرقه دخل الزاج، نعرفوا دابا الحكومه شنو هي لي فورم المعايير اللي كتعتمد عليها في كوارث طبيعيه باش نكونوا عارفين، باش صافي جات فيك مشى وسكت، حيت اللي ما وصلتيش عندك الرقم اللي كتعلن فيه كوارث طبيعيه عاسكت ما حتاش تضيع الكلام ديالك، ما حتاش تضيع وقتك، اذا ما طلعش الزئبق طلعت السخانه تن الراس باش تعطيك ديك تي 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 ما بقى ما حد بقى ما تيتش راه ما كاين والو. اذا شكرا لكم متابعي خان شوف تي في في انتظار طبعا، نتمنوا كذلك السي سعد الدين العثماني رئيس الحكومه انه يوضح للمغاربه، لان المغاربه الان كيتسائلوا هل الفايده اللي وقع في الدار البيضاء وقع في طنجه وقع في تطوان غدا ممكن يوقع في اي مدينه اخرى وممكن يكونوا اضرار لا قدر الله ويكونوا ضحايا ويكونوا مجموعه ديال الامور. الحمد لله ان في تطوان ما كاينش ضحايا، الطف الهيه وقفت، والحمد لله انه هذا الشيء وقع بالنهار الناس فايقه وكذا، تصور كان وقع بالليل الناس المنازل ديالها كانوا غيكونوا ضحايا بالجمله. هذا هو السؤال، لكن على اثر ذلك كنوجه رساله مفتوحه للسيد وزير السيد رئيس الحكومه، شنو هي المعايير والاعتمادات باش يمكن لكم توصلوا النسبه او الرقم ديال باش تعلنوا على الكوارث الطبيعيه. شكرا لكم على التفاعل والتعليقات، أملقكم بخير في مباشر آخر، أهلاً.